بسم الله الرحمن الرحيم علاج القولون العصبي بالقرآن الكريم الحقيقة هذه الطريقة فعالة أنا استخدمتها شخصيا وكل من يطبقها أنا متأكد أنها ستعالج لديه الكثير والكثير والكثير من المشاكل المزمنة التي استعصت على الطب الحديث سأقول لكم الطريقة أيها الأحبة. القضية ليست قراءة آيات من دون فهم. <applause> كثير من الناس يظن أن القرآن الآيات القرآنية مثل حبة الدواء، تقرأها أو تأتي بأحد يقرأها عليك فتشفى، هذا الكلام غير صحيح أيها الأحبة، لأن القرآن نزل شفاءً لمن يقتنع به. إذا لم تقتنع بكلام القرآن لا تستفيد بل ينقلب عليك خسرانا. اولا يجب ان تتامل معي هذه الايه اخي الحبيب. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. ما معنى المؤمن؟ اي الذي يؤمن بالقران، ما معنى يؤمن بالقران؟ يعني يقتنع بالقران، طيب ما معنى يقتنع؟ انه يطبق يعني أنا أقول لك مثلا أنا مؤمن أن الدخان أو الدخان مضر ويسبب سرطان الرئة وأنا مقتنع بهذا الكلام ثم في اليوم التالي تشاهدني أدخن على الفور أنت تقول هذا الإنسان كاذب لو اقتنع فعلا أن الدخان يسبب السرطان لا يتناوله وبالتالي ان تؤمن بالقران يعني ان تطبق القران يعني القران امرك بالصدق لا تكذب ابدا امرك ببر الوالدين تسمع وتطيع وتبر والديك امرك بحب الخير للناس تحب الخير وهكذا طيب ماذا قال بعد ذلك هنا الجزء الخطير من الآية أيها الأحبة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، الذي يظلم نفسه ويظلم زوجته، يظلم أولاده، يظلم الناس، هذا الظالم القرآن يكون وبالا عليه يعني مثلا أنت تقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وأنت تظلم زوجتك أنت تلعن نفسك فتزداد خسرانا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إذا القاعدة الأولى أخي الحبيب هذه قواعد مهمة في الشفاء القاعده الاولى ان تؤمن بكلام القران ولا تؤمن حتى تطبق يعني انا حتى اقول فلان يؤمن بالقران ويقتنع به يجب ان يطبق كلام القران طيب القران يامرني بالعفو القران يامرني بالعفو يقول سبحانه وتعالى وهذه ايه مهمه للاسف معظم 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 الناس لا يطبقها ولا يحب ان يطبقها فمن عفا واصلح فاجره على الله معظمنا ينظر للاسباب الماديه ينسى وجود الله عندما يتعامل مع البشر عندما يسيء لك احد او يظلمك احد او يهضم حقك مثلا او يعاملك بكلمه سيئه او سلوك سيء الى اخره هنا القران ماذا يامرك يقول فمن عفا واصلح فاجره على الله القران يامرك بالعفو ويقول لك الاجر تاخذه من الله يعني مثال انت أقرضت إنسان مبلغ من المال، <applause> أنت موظف في شركة وزميلك في العمل اقترض منك مبلغا من المال، وتعبت ولم يعطك هذا المبلغ، جاء صاحب الشركة وقال لك أنا سأعوضك أنا عندي، طيب بالله عليك هل أنت تحمل هما؟ لا لماذا؟ لأنك تثق بأن صاحب العمل بالفعل سيصرف لك هذا المبلغ. طيب هنا عندما انسان يسيء لك والله يقول لك فمن عفا واصلح فأجره على الله، لماذا لماذا لا تثق بالله؟ لماذا لا تعفو عنه وتنتظر الاجر من الله؟ اذا انت لم تؤمن بكلام الله. إذا القرآن لا يشفيك، هذا أولا. هنا أيها الأحبة كثير من الناس يقرأ القرآن ليلا نهارا ولا يشفى، لماذا؟ لأنه حقيقة لم يقتنع بكلام الله. يجب أن تثق بما عند الله. يعني إنسان يقرأ القرآن ويستمع للقرآن ليلا نهارا ثم يقول لك أنا أخاف من الموت. إذا أنت لم تفهم القرآن ولم تقتنع به ولم تؤمن به لان القران يبشرك بان اجمل اللحظات ستعيشها لحظه الموت وبعد الموت بالنسبه للمؤمن ملائكه الله ستتنزل عليك البشره الفرح السرور ستتخلص من مشاكل واعباء وهموم الدنيا ستتخلص من 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 هذه الدنيا التي هي بمثابه مستنقع للحزن وال والمصائب والمشاكل وستخرج الى عالم نقف كله فرح وسرور يقولون لك فرحين بما اتاهم الله اللهم فضل بشراكم اليوم طيب ثم تخاف من الموت اذا انت لم تقتنع بكلام الله انا ابشرك بانك ستجلس ساخرجك من هذا البيت الكئيب الذي تعيش فيه واسكنك في جنه مليئه بكل ما تشتهي الانفس ثم تخاف وتكره هذا الامر اذا انت لم تقتنع به هنا ايها الاحبه القاعده الاولى اذا ان تقتنع بكلام الله القاعدة الثانية أن تقرأ الآيات وتفهم وتطبق. القرآن لا يأمرنا أن نحفظه غيباً، ولا يأمرنا أن نقرأه مليون مرة، يأمرنا بالتدبر. التدبر: أفلا يتدبرون القرآن؟ إذا علاج هذه المشكلة تدبر القران ما الذي يفعله تدبر القران اولا ايها الاحبه النظام النظام او جهاز الهضم لدى الانسان جهاز معقد جدا ويعيش فيه يعني هذه معلومه انا اعطيها لكم مفيده جدا الجهاز الهضمي هذا الأمعاء هذه المنظومة يعني يعيش فيها ما يقرب من 37 تريليون من البكتيريا منها ما هو نافع منها غير ذلك طبعا هذه البكتيريا تعيش في الجسم معظمها يستوطن أين؟ الأمعاء والقولون والمعدة والجهاز هذا كله طيب هذه البكتيريا ما مهمتها مهمتها ان تساعدك على الشفاء هذه البكتيريا حساسه جدا للحاله النفسيه يعني انا عندما اغضب انا ادمر هذه المنظومه الرائعه البكتيريا النافعه بعض العلماء يسميها هذه المنظومه يعني الامعاء والبكتيريا يسميها الدماغ الثاني ومنهم من يقول هي اهم من الدماغ هذا واذا قتلت كل البكتيريا هذه يموت الانسان لا يستطيع ان يعيش من دونها فاحد اسباب القولون العصبي ان هذه البكتيريا ليست ليست في حاله صحيه جيده اعدادها منخفضه انت دمرتها بطريقه الغذاء الخاطئ يعني الاغذيه المصنعه والوجبات السريعه والمشروبات الغازيه وكثره الدهون والسكريات وكذا كذا كذا كلها تسيء لهذه البكتيريا وتدمر بعض انظمه عملها لذلك يبدا هنا تبدا التقرحات وتبدا المشاكل والتوترات وبخاصه ان ان دماغك موجود هنا تخيل يعني انت لا تعامل هذا البطن أنه عبارة عن آلة طعام أو آلة لهضم الطعام لا هو دماغ يجب أن تعتني به أدخل إلى جوفك الخضار الفاكهة الحبوب كل شيء طبيعي أدخله وبخاصة زيت الزيتون التمر العسل الحبوب الكاملة يسمونها الكاملة يعني يعني الخبز الكامل أو حتى لو أكلت خبز النخالة الخبز الأسمر أو الخبز النخالة هذا المصنوع من نخالة القمح هذه فيها كمية كبيرة من الألياف من الفيتامينات مفيدة جدا للبكتيريا لدماغك الثاني إذا هنا أخي الحبيب القاعدة الأولى حتى تشفى بالقرآن يجب أن تؤمن بهذا القرآن، يجب أن تتدبر هذا القرآن، يعني القرآن مثلا يقول لي ولك: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، تذكر أنك عندما تسرف في الطعام فأنت خرجت من محبة الله، وهذا شيء سيء طيب أنت تسمع هذه الآية وتقرأها ثم عندما يأتي الطعام وإذا بك تأكل يمينا وشمالا وتراكم كميات كبيرة من الطعام أنت تنهك هذا الجهاز الحساس هنا وبالتالي عندما تعتدل بالطعام وتختار من الغذاء الطيب كلوا من طيبات ما رزقناكم ما معنى من طيبات لا يعني الأكل اللذيذ لا هذه الوجبات السريعة ليست من الطيبات المشروبات الغازية التي تفتك بالأمعاء ليست من الطيبات الدخان ليس من الطيبات الخمر ليس من الطيبات هو أم الخبائث هذه هذه هذ السكر المصنع هذا ليس من الطيبات بينما العسل من الطيبات التمر من الطيبات زيت الزيتون من... وهذا ما ينصح به العلماء اليوم النظام الغذائي مهم إذا أنت عندما تتدبر القرآن وتتدبر قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم وبنفس الوقت ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إذا هنا أنا يجب أن أُعد نظام غذائي متوازن طبيعي خضار فاكهه كل شيء طبيعي ابتعد عن المصنع والطعام الجاهز وغير ذلك إذا هذه القاعدة الثانية تدبر القرآن يقودك لنظام غذائي أفضل طبيعي طيب القضية الثالثة أن تطبق تعاليم القرآن القران يأمرك الا تغضب يأمرك ان تغفر معظم الذين يعانون من القولون العصبي كما قلت لكم هنا يوجد دماغ وهناك عصب يصل للدماغ ولذلك الحاله النفسيه تؤثر جدا على الامعاء والقولون وعلى البكتيريا ايضا موجوده في داخل هذه المنظومه حالتك النفسية يجب أن تتميز بالهدوء الشديد. طيب من أين أحصل على هذا الهدوء؟ من خلال ثقتي بالله وتطبيقي لتعاليم القرآن، طيب ماذا أمرني القرآن؟ القرآن يأمرني ألا أغضب يأمرني بالصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هل رأيتم إنسان صابر يغضب؟ لأ الغضب ضد الصبر الغضب من الشيطان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب والله عز وجل يأمرنا أن نصبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين طب ماذا ماذا يوجد أجمل من ذلك؟ الله يقول لك أنا معك ولكن اصبر أنا معك. ثم تضغط على نفسك وتنفع. حقيقة أخي الحبيب أنا أقول لك هذه تجربة شخصية. كلما صبرت وكلما غفرت وكلما عفوت عن الآخرين وكلما وجهت تفكيرك باتجاه الاخره ستجد ان حاله امعائك والقولون والمعدة ستجد انها تستقر وتطمئن وتصبح افضل. وانا اقول لك هذه تجربتي. الدواء حقيقة لن له فائدة ولكن محدودة واثاره الجانبية اكبر بكثير له. اثر مسكن فقط يساعدك على اجتياز بعض الحالات الصعبه ولكن الصبر والهدوء النفسي والتسامح العفو انا اريدك ان ان تكون حياتك كلها تسامح القضيه الرابعه يجب الا تحمل هما من هموم الدنيا لأن المشكلة حصلت لديك بسبب الهم والغم والنكد وعدم الصبر والانفعال إلى آخره، لا. ثق بما عند الله. أنت تتعرض لضغوط نفسية قوية، طيب ما هو العمل؟ وما عند الله خير للأبرار، والله خير وأبقى، قل هذه الآية. ردد هذه الآية كعلاج، والله.. خير وأبقى جميلة جدا كلما أزعجك أحد تولى عنه قل والله خير وأبقى الله أمر حبيبه أن يت قال له فإن تولوا إذا تولى الناس عنك واستضعفوك وابتعدوا عنك ولم تجد من يساعدك فإن تولوا فقل حسبي الله. حسبي الله اخي الحبيب والله علاج مريحه جدا ولكن يجب ان تقتنع بهذا الكلام تقول حسبي الله الله يكفيني لا اريد احدا يكفيني الله انه معي. فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم انا توكلت على الله وضعت همومي بين يدي لما ما معنى توكلت عندما تأتي لشخص وتقول له أنا سأتكل عليك في هذه المهمة يعني أنا أجلس وأرتاح وهو الذي يقوم بهذه المهمة إذا ارتاح أنت وسلم الأمر لله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فأنت أخي الحبيب الآن لا يكفي ان تقرا القران يجب ان تفهم وتطبق القران عندما حدثنا عن زيت الزيتون وقال عنه انه من شجره مباركه وحدثنا عن التمر كغذاء لاهل الجنه فيهما في الجنتان في سورة الرحمن فاكهة ونخل ورمان عندما حدثنا عن اليقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين كل هذه الأغذية مفيدة لل لل لهذه المنظومة للجهاز الهضمي مفيدة اعتمد عليها زيت الزيتون دراسة إسبانية تقول مفيد جدا للقرحة ومفيد للسرطان ويقتل الخلايا السرطانية وأفضل زيت يمكن أن تتناوله لسلامة النظام أو الجهاز الهضمي هو هو زيت الزيتون فأكثر من هذا الزيت بالنسبة للبقية الأغذية يا أخي الحبيب ابتعد عن الاغذيه المصنعه والاغذيه هذه الحاره والاغذيه التي تدمر هذه البكتيريا النافعه واعتمد على الصيام يعني انا هناك قضيه انا جربتها كثيرا وانا دائما اصبحت الجا الى الصيام العلاجي انا اعالج نفسي بالصيام على فكره بالقران وبالصيام أه طيب ماذا يفعل الصيام؟ القولون اخي الحبيب عباره عن فيه مشاكل كثيره عندما يصاب بتقرحات والتهابات يسمى القولون العصبي يعني هو رمز ولكن ادخل تجد فوضى عارمه في الداخل مشاكل كثيره تقرحات هذا هذا الجهاز هذا القولون الذي سخره الله لك يعني يعمل بشكل خاطئ جدا بسبب الضغوط النفسيه من جهه وبسبب ما تدخله من طعام سيء اغذيه مصنعه ومشروبات غازيه وربما الدخان يؤثر كثيرا وهذه المنبهات ايضا تؤثر القهوه والشاي وكذا الى اخره ولكن الضغط النفسي هو له التاثير الاكبر طيب لماذا الصيام مهم؟ لان الصيام اخي الحبيب يعطي لهذا هذه المنظومه راحه لمده مثلا 16 ساعه في اليوم هذا هذا العدد من الساعات يكفي لكي يقوم باعاده بناء نفسه اعاده اصلاح نفسه فالصيام هو نصف العلاج على فكره، يعني القرآن والصيام. طبعا الغذاء هو تطبيق للقرآن، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أنت تطبق القرآن عندما لا تأكل كثيرا. آه عندما تختار من الأكل الطيبات، يعني الأغذية الطبيعية التي خلقها الله، أيضا هذا جزء من تطبيق القرآن. آه الصيام أخي الحبيب.. كما يؤكد الكثير من العلماء هو وسيله لجعل الخليه الضعيفه غذاء للخليه القويه يعني انت لديك خلايا شاذه هنا، الخلايا الالتهابات الموجوده في القولون هذا هي خلايا شاذه كيف يقضي عليها الجسم بالصيام؟ عندما تجوع جسدك فان الخلايا النشطه والقويه تقوم بالتهام الخلايا هذه الضعيفه والهرمه والتالفه والمتضرره والمريضه والخلايا الملتهبه الى اخره وبالتالي يبدا الجسم باعاده بناء نفسه النظام المناعي ايضا يعيد بناء نفسه هناك خلايا بيضاء مناعيه تنتج بشكل كبير اثناء الصيام. اذا الصيام وهو تطبيق للقران، يعني انا اعتبر العلاج بالصيام هو علاج بالقران، لماذا؟ لان الله يقول لك: وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. فانت عندما تستجيب لكلام الله وتتخذ الصيام كعلاج لك انت تطبق القران اذا هذا الشفاء بالقران علاج بالقران نحن يعني فهمنا العلاج بالقران بطريقه خاطئه فهمنا ان العلاج بالقران هو ان تقرا وتردد هذه الايات من دون فهم من دون تاثر من دون خشوع وان الشفاء سيحدث هذا الكلام غير صحيح اخي الحبيب الشفاء بالقران اول شيء يحتاج لتدبر وخشوع وتطبيق يعني مثلا القران العظيم مشاكلنا اليوم معظمها مشاكل اسريه ايها الاحبه القران ماذا يقول لك يقول لك يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم طيب ماذا أفعل لم يقل لك اضرب لم يقل لك اشتم لم يقل لك افرض سيطرتك بل تجد أن الآية تأمرك بالعفو والمغفرة والتسامح والصفح والصبر <applause> لاحظوا يعني يعني انت في بيتك علاجك هو الصبر والتسامح والعفو والمغفره وتذكر دائما هذه الايه فمن عفا واصلح فاجره على الله وتذكر هذه الايه ان الله مع الصابرين القضيه الاخيره اخي الحبيب التي هي جزء مهم من الشفاء كثره الاستماع للقران <applause> يجب ان تغذي دماغك هذا بصوت القران لاطول مده ممكنه وكل القران هو شفاء اي سوره تضعها فيها الشفاء ان شاء الله ولكن هناك ايات يعني تجعلك مطمئنا يعني مثلا عندما تتذكر هذه الايه وترددها آه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا أريدك هذه الآية كلما أحسست بالضيق كرر هذه الآية سبع مرات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما تعرضت لضغط نفسي وكما قلت لك الضغط النفسي هو الذي اصلا هو المسؤول عن هذه المشكله، مشكله القولون العصبي وغيره. ف... ف... حتى تعالج هذه المشكله تذكر معي هذه الايه الكريمه. هذه الايه انا ساستدعيها من قصه نبي كريم مر بمرحله ضيق شديد. وتعرض لمواقف نفسية صعبة جدا ولكن كان يقول فصبر جميل مرتين والله المستعان على ما تصفون كلما آذاك أحد في بيتك بخاصة قل على الأقل بينك وبين نفسك كرر هذه الآية عدة مرات يفضل الرقم سبعة لأنه رقم مهم في الشفاء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أنا سأصبر وسأرضى بقضاء الله وسأصبر كما صبر سيدنا يعقوب على أذى أولاده وعلى فراق ابنه ف... وسأستعين بالله لن... لن يعني أنا أصلا فقدت الثقة من من البشر أنا سأستعين بالله والله المستعان على ما تصفه هذه الآية مهمة هذه العبارة مهمة كررها كثيرا أخي الحبيب الآية الثانية على لسان سيدنا يعقوب أيضا مريحة جدا عندما يعني تحتاج أن يأتيك الله برزق بحل مشكلة قل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أيضا هي على لسان سيدنا يعقوب ثم يعني سورة يوسف فيها الكثير من المواقف أيها الأحبة كل من تابك شيء من اليأس قل تذكر قول سيدنا يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخي هنا هنا تذكر هذه العباره اخي الحبيب ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون تذكر ان الياس هو كفر وتذكر قدره الله وأن الله قادر أن يعوضك خيرا مما أخذ منك وقادر أن يكرمك كما أكرم سيدنا يوسف عندما قالوا له إخوة تالله لقد آثرك الله علينا انظر هم, هم كانوا في موقف الضعف والذل وهو كان سيدا على مصر ملك قال إنه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين اذا اخي الحبيب هذه المعاني ضعها في راسك ابدا منذ هذه اللحظه بتفريغ هذه الافكار السلبيه ضع مكانها التفاؤل النبي عليه الصلاه والسلام كان اكثر الناس تفاؤلا وكان يعجبه الفأل الحسن وكان يبشر دائما بل هو المبشر يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مبشر هو يبشر بالخير فبدلا من أن تكتئب وتضع في ذهنك صورة سوداء ماذا سنفعل غدا وماذا سنأكل وكيف سنأتي سن... بهذا العلاج وكيف هو وكيف ومن أين وكذا وتتحدث عن الغلاء ولن تستطيع أن تغير الشيء لأن هذا الأمر بلاء من الله بالعكس فكر تفاءل قل بالعكس غدا سيكون افضل ان شاء الله سياتينا الرزق ان شاء الله الله سيرزقني من حيث لا احتسب هذه المشكله ستحل باذن الله هذه القضيه الله سيعالجها دائما انسب كل شيء لله ترتاح جدا قوي علاقتك مع الله من خلال انك عندما تسمع القرآن فكر بمعاني الكلمات وفكر كيف تقوي علاقتك مع الله وبالتالي اخي الحبيب هذا هو العلاج بالقرآن هذا الذي انا طبقته وأعطاني نتائج رائعه جدا وانصحك ان تستفيد من هذه التجربه، نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا انه على كل شيء قدير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى يتبين لهم انه الحق.